يعني أبرز ما لفت انتباهي وهو أمر لافت أن إسرائيل هذه المرة لا تتحدث عن بنفس الصيغة عن وقف إطلاق النار مقابل التهدئة من الجانب الفلسطيني بهذه اللهجة الدبلوماسية. الآن الحديث بشكل واضح وصريح أنه لن يتم وقف قائمة الاغتيالات وأن هناك بنك أهداف لابد من تحقيقه. يعني ما هذه الصيغة؟ ما هذه الطريقة؟ كيف تقيمها؟ يعني اولا دعينا يعني نوضح مواقف الاطراف جميعا. الاسرائيليين يريدوا من المقاومه الفلسطينيه ان تفك اي ارتباط لها مع الضفه الغربيه او مع المقاومين هنا في الضفه الغربيه، هذا اولا. وايضا حركه الجهاد الاسلامي والمقاومه تريد تطالب بضروره وقف سياسه الاغتيالات. الامريكان يقولوا بشكل واضح انهم مع حق دوله الاحتلال في الدفاع عن نفسها. أيضا للأسف الشديد الأوروبيين هم أيضا يمارسوا النفاق السياسي في هذا الموضوع، والإدانات تأتي للفلسطينيين وليس للإسرائيليين. وأيضا أشقائنا في عالمنا العربي للأسف الشديد كما قلنا هم يمارسوا الدور الوسيط، لكن نحن وكمان في السلطة الفلسطينية جزء من هؤلاء عبر تصريحات بعض القادة هنا يقولون أننا لسنا طرفا في هذا الموضوع، وبالتالي هذه مواقف كل الأطراف. الذي يلفت النظر هنا في هذا الموضوع أن الإسرائيليين بيعيشوا حالة من الهستيريا ومحاولة ضرب في كل مكان، تحقيق مجازر هنا في الضفة الغربية عبر استهداف المقاومين بشكل كامل في كل المدن، سواء كان في جنين، في نابلس، في طول كرم، بيت لحم، في أريحة، وفي كل مكان. وأيضا يستهدف حتى الأسرى في سجون الاحتلال كما حصل مع خضر عدنان حين يعني تم اغتياله بعد 87 يوم في إضرابه عن الطعام ووضعوه في زنزانة وتم استشهاده. هذا جانب. والجانب الآخر اليوم هم ذهبوا إلى قطاع غزة ليمارسوا هذا العدوان بخبث بلؤم، بمعنى أنه في خديعة كبرى، يعني هم يعني يصلوا يقصفوا منازل المدنيين ولا يهمهم من الذي حقيقة يتم اغتياله. وبالتالي هم صحيح استهدفوا 4 من القيادات الفلسطينية في المقاومة، لكنهم أيضا سقط هناك أكثر من 11 شهيد فلسطيني من النساء والأطفال، وهذا يؤكد على إجرام هذا الاحتلال ونيته بتخويف المواطنين، أو خلينا نقول فض الحاضنة الشعبية بشكل أو بآخر عن هذه المقاومة. وبالتالي هم يعني بتلاحظ في الإعلام لدى العدو يتحدث عن أنه والله حركة الجهاد الوحدة تقاتل، ردت عليهم حركة الجهاد بشكل واضح أنه في هناك غرفة عمليات مشتركة بقيادة حركة حماس والجميع يقاتل صفا واحدا، وبالتالي وحدة المقاومة كانت موجودة. أيضا الإسرائيليين يعني رأينا كيف أنه هناك حصار شديد على قطاع غزة كما قالت مراسلتكم، وبنفس الوقت المقاومة فرضت بالأمس حصارا اقتصاديا على الإسرائيليين عبر مطار بن غوريون، وعبر يعني خلينا نقول مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين في الملاجئ. وبالتالي المعادلة الآن يعني يبدو أنه في إشي معادلة جديدة طفرت للساحة الفلسطينية، فرضتها بالبداية معركة سيف القدس، وأنا بعتقد اليوم يعني تحت اسم ومسمى اللي يسموه يعني الثأر للأحرار، هذا جانب. وقبل ذلك كانت وحدة الساحات، اليوم أنا بعتقد في هناك وحدة الساحات سواء كان بالضفة أو في قطاع غزة أو بالقدس، أو حتى للأسف يعني جيد أن يكون أيضا الشتات معنا، وبالتالي هذه جبهة للمقاومة ضد هذا الاحتلال. صحيح أن الناس تدفع أثمان باهظة في ذلك، لكن الحاضنة الشعبية كما يعني يؤكد الجميع أنها تكبر يوما بعد يوم، وبالتالي يتم حماية المقاومة والمقاومين، ولم نسمع أحدا من شعبنا الفلسطيني يتذمر نتيجة هذه المقاومة وحتى التضحيات التي تقدم ضد هذا الاحتلال وضد هذا العدوان اللي للأسف الشديد يستهدف الجميع. ورسالة أيضا يعني الاحتلال يقول كمان رسالة أخرى أنه بغض النظر عن اللقاءات التي عقدت في العقبة وبعد ذلك في شرم الشيخ تحت باب التهدئة، هم لم يلتزموا بشيء، وبالتالي يعني هم يروا أنه وكأنهم يتحدوا مشاعر العرب والمسلمين في قضية هذا العدوان الجديد، وأنه لا قيمة لأي اتفاقيات تعقد. وبالتالي يعني رغبة هؤلاء الإسرائيليين بالأمس هم كانوا يبحثوا عن وسطاء من أجل وقف إطلاق النار، ورأينا تناقض يعني تناقض في الكلام ما بين نتنياهو وما بين وزير الحرب الصهيوني وما بين آخرين في السياسة الإسرائيليين، قسم منهم ويبدو أنهم تعودوا دائما أن يقتلوا الشعب الفلسطيني، يغتالوا قياداتنا، ثم بعد ذلك يريدوا وقف إطلاق النار أو السعي لدى الوسطاء للتدخل ليبنوا في المستقبل على هذه النتيجة في جولة من الصراع الأخرى الآخر.